رأيك بمهند اللاعب؟ ممتاز بس شوية هواية يعني انطوى هواية أكثر يعني إعلاميا انخدم مثلا؟ يعني انخدم يعني لولا السوشيال ميديا والتلفزيونات وبعد يحتاج لوقت يعني نجم مو مباراة مباراتين بس مهند مشروع مستقبل مشروع. حكمة تؤمن بها أو تنصح بها اللاعبين؟ يعني تواضع حلو. التواضع حلو؟ أي تواضع حلو يعني دائما كل ما الإنسان يخلي رجله بالقاع فكل ما قيمته تعلى. أنت تنصح متواضع بس أنت ملك التواضع حبيبي سلام. يعني من خلال يعني من خلال معرفتي وعلاقتنا بيك وشفتك قبل وهسه أنت الأحسن وإن شاء الله يا ربي يكتب لك الموفقية في عملك. الآن في مجال التحليل. أي نعم حلو التلفزيون وشوي بعيد عن الضوضاء والجو. زين من كأس آسيا قد حصلت فلوس؟ من الإمارات لو من العراق؟ يعني من كل مكان. من الإمارات الإمارات طونا هدية والعراق طونا هدية. الهدية مال العراق ايش قد انطاك؟ 10,000 دولار. يعني زين وجواز دبلوماسي ممتاز هم حلوة. اي وتستاهلون طبعا. الإمارات 200,000 دولار. سجل الآسيا منك هسه انت صدمتني هنا 10,000 وهنا 200,000 دولار. ايه تحكي صدق لو تشاق يعني الفقرة ما بيها شقة. لا لا ماك شقة صدقي إيه طونا 10,000 دولار وواحد من الموجودين إيه نعم طعنا قرآن هدية يعني أكيد قيمة أكيد قرآن كبير أجمل هدية وأثمن إيه بس وطونا جواز دبلوماسي. جواز دبلوماسي أنا استلمته بال 2010 هي إنجاز 2007 استلمته ورا ثلاث سنوات ورا ثلاث سنوات بس الإمارات لا يعني الشيخ محمد بن راشد يعني وقفة جميلة وما راح تنسي طول العمر استقبل المنتخب. أسولفك سالفة شوية شوية نطلع عنها. المنتخب كنا العراقي كنا نلعب في أندونيسيا أخذنا كأس آسيا بأندونيسيا. نعم الوفد العراقي راجع ترانزيت من أندونيسيا إلى ماليزيا إلى تايلند تايلند عمان وإحنا ماخذين بطولة كأس آسيا ما غيره التذاكر كل ترانزيتات. فأني يعني أنا ما رجعت وياهم. شنو السبب؟ شنو السبب؟ يوفرون بس لكنه الشيخ محمد بن راشد من عرف يعني على العراق طبعا طبعا ايه طبعا الرخصة بعدين من سمع انه المنتخب العراقي كذا وكذا وهذه فقال لهم هم وين؟ قالوا له هم حاليا بتايلند ففرغ لهم طياره من طيران الامارات ونقلهم من تايلند الى دبي. طبعا هم طالعين قبلي بيوم واني طلعت وراهم بيوم انا جيت قبل من اندونيسيا حجزت فصارت نزلتنا سوى فمن نزلنا استقبلونا اعظم استقبال وسوونا يعني اعظم حفله جابوا مطربين عراقيين احتفاليه كبيره احتفالية يعني صارت مسيره في الامارات كذلك الجاليه العراقيه كل جاليات العربيه حلو احتفلت هذا فيها حلو هذا اضافه الى بوكس صغير وهذا البوكس اذا سالفك سالفته تموت من الضحك الله احمد علي احنا قلنا لهم البوكس هذا لا حد يفتحه زين لانه عيب عالم وكاميرات وهذه فاحمد علي المسكين شال البوكس حطه جوا الطاوله فصارت الاحتفالية أيه. بعدين طلعنا بالباص فشال البوكس الطاس صديقه فبالباص من صعدنا بالباص فتحوا البوكس لقوا 200,000 دولار. أحمد علي الطريق كله يدق على صاحبه صاحبه ما يرد عليه بعد جوا الطاولة لا قلق على 200,000 دولار قلق على 200,000 دولار فأنت يعني هدية ثمينة هدية ثمينة أنتوا مثلتوا العراق أفضل تمثيل يعني بالمحافل الدولية الله يسلمك وفرحة الناس احنا كنا نراقبكم يعني يا اهم شيء الفرحة اهم شيء الدماء اللي 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 احتقنت بذاك الوقت اللي يعني اللي طفينا نار وطفينا هذا اهم شيء الحمد اهم لله من المادة واهم حب الناس ان شاء الله تبقون شعلة الله يسلمك يعني احنا نضوي بيكم ان شاء الله الله يسلمك بيكم انتم الله يسلمك لا والله الرياضة والفن هي يا هذه